ان شاء الله في الفيديو سوف نقوم بعمل انبوكسنج ل RGB الفيديو لايت الكود RGB 61. خلينا نعمل انبوكسنج ونشوف ايه مميزات هذا الجهاز عن احد الاجهزه الاخرى وايه اللي يميز هذا الجهاز. بدايه في طبعا المانوال، هنا الموقع وهنا الايميل للتواصل، طبعا ده كتاب الارشادات. البرودكت اسمه RGB 61 لانه بيحتوي على 61 ليد في هذا الجهاز. هو بيأتي بالحافظة بهذا الشكل البلاستيك، هو ممكن الشكل الخارجي مش أفضل شيء. خلينا نشوف الماتيريال ونعمل مقارنة ومراجعة لهذا الجهاز. الجهاز بيكون بهذا الشكل وده الفيديو لايت نفسه. تمام، خلينا نقرب من المايك. طيب مبدئيا من هنا بيتم الشحن، هنا تغيير المود وهنا تغيير الانتنسيتي والشدة. خلينا نشوف هل في شحن فعلا ولا لا. كده تم تشغيل الجهاز. هنا ال RGB ده كده السين، ده كده اقترب من اللون الاصفر 2500 اقترب. هو الماتيريال بلاستيك مش افضل شيء. خلينا نشوف المودز الاخرى. كده ال RGB مود ده 90 اللون الاخضر. خلينا نقلل الانتنسيتي عشان تكون ظاهر اكتر. 0.1%، 2%، 3%. فكده اللون الأزرق، اللون البربل هو حقيقة يعني الانترفيس أو التعامل مع الانترفيس مش أفضل شيء، ممكن كان يكون أفضل من كده، لكن اللون مناسب. خلينا بقى نشوف المودز الموجودة معانا. ده كان المود رقم، هو فيه 20 مود. HSI Fast ده المود رقم 20، ده المود كوب كار، وده المود امبيولانس، ده الفاير، ده اللايتنج، ده الفاير وركس، ده التي في، ده الكاندل مود بارتي. طبعا الإضاءة ممكن يتم التحكم فيها، شدة الإضاءة من هنا. المود ده كده البلب، بعد كده بلسنج، بعد كده ستروب، بعد كده RGB ستروب، بعد كده emergency، red flash و green flash و blue flash. تمام. طبعا ممكن يتم زي ما قلنا التحكم في شدة الإضاءة من هنا كده. هو ك نظرة عامة هو الماتيريال مش أفضل شيء، بلاستيك ممكن مش أفضل شيء، لكن كنا أتمنى يكون في مناطق هنا زي موجود في أحد المنتجات أخرى من يولانزي. هنا في الكولد شو مفترض كان يكون الليد غير مكشوف، يعني كان ممكن يتم إزالته بسهولة، كان مفترض يكون مبطن هكذا. ولكن المميز في هذا الجهاز اللي فيه 20 سين غير يولانزي موجود فيها بالضبط 13 سين، لكن في فرق في السينز. الجهاز ممتاز، الإضاءة ممتازة جدا، والباور فيها أو الانتنسيتي كويس جدا. ده كان ريفيو بسيط عن الـ RGB 61 من انيور. طبعا ممكن هنا بيتم تركيبه في أي ترايبود عن طريق البوصلة 3.8 إنش. أتمنى يكون هذا الفيديو مفيد، وإلى اللقاء في عدة فيديوهات قادمة.